السلام عليكم ورحمة الله. كتير من الزملاء طلبوا مني أسجل أهم الأشياء المتعلقة بالسفر. السفر من أحد أهم الأشياء اللي بتشكل شخصيتنا وبتأثر فينا بشكل كبير جدا، وإنك تنفتح على ثقافات وعلى أفكار وعلى أساليب من الناس حول العالم، حتى السفر الداخلي. لكن موضوع فيديو النهاردة السفر الخارجي. السفر مفيد جدا ومهم جدا ومؤثر جدا إيجابيا في حياتنا، بيطور في شخصيتنا كتير، واللي بيكون عنده أهداف في السفر بينضج، شخصيته بتنضج بشكل عظيم جدا. طبعا الفيديو هيكون موجه لشريحة كبيرة من الناس، أكبر عدد ممكن يستفيد منه، عشان كده هبدأ من البداية خالص من الصفر. كتير من الناس ما بيفكرش خالص إنه يروح المطار البلد اللي هو فيها، مصري، سعودي، سوداني، لبناني، أردني، مغربي، أي حاجة، ما بيفكرش إنه أصلا يروح المطار. ليه؟ فكرة السفر دي مش عنده، فالتفاصيل ما تشغل باله وما مرتش عليها قبل كده. فهبدأ من البداية خالص. طيب، أول حاجة إن السفر ليه بروتوكول. عشان تسافر الموضوع مش صعب ومش سهل، لكن ليه إجراءات، ليه بروتوكول تمشي فيها الدنيا تظبط معاك. أولا، إن كل باسبور في العالم، كل باسبور، كل جنسية في العالم الباسبور بتاعها ليه امتيازات وعليه واجبات. يعني لو انت تحمل باسبور مصري غير تحمل باسبور مغربي، غير باسبور سعودي، غير باسبور اجنبي، غير امريكي، غير بريطاني، غير اوروبي، فكل باسبور ليه امتيازات. فاول حاجة لازم تعرفها انك تتعرف على الباسبور بتاعك، واول حاجة اقرأ الباسبور. طبعا اكيد استخرجت باسبور، مش هقول لك روح استخرج باسبور، لكن اقرا الباسبور بتاعك، ايه الورق، ايه الكلام اللي فيه، كل كلمه فيه مهمه هتفيدك. طيب، خش على الانترنت، خش على وزاره الخارجيه بتاعت البلد بتاعتك، وشوف حول العالم الباسبور ده بيؤثر ويتاثر ازاي. على سبيل المثال، بعض البلدان تسمح بدخول تاشيره، بعض البلدان لابد من تاشيره مسبقه. التاشيره المسبقه دي نوعين، اما انك تروح سفاره البلد في البلد في بلدك، يعني مثلا سفاره السعوديه في القاهره، سفاره تونس في القاهره، سفاره لبنان في القاهره، او انك تحصل على التاشيره عند الوصول، بيسموها اون ارايفل فيزا. طيب، يبقى اول خطوه انك تعرف على الباسبور، ثاني خطوه انك تروح تشوف البلد اللي انت رايحها دي، هل هي بدون تاشيره ولا بتاشيره؟ ولو بتاشيره فالتاشيره نوعين، اما انك تاخدها قبل السفر، تروح سفاره البلد تشوف ايه المطلوب من اوراق وتقدم عليها وتحصل عليها ثم تتحرك الى المطار، او انك لا، دي اون ارايفل فيزا، يعني انت بتسافر عادي خالص لكن قبل دخول البلد بيعطوك التاشيره في المطار. في كده وفي كده. طيب، يبقى اذا حددت وجهتك، حددت البلد، باسبورك معاك، دائما خلي الباسبور صالح لاكثر من 6 اشهر. كل تاشيرات العالم، كل تاشيرات العالم لازم يكون الباسبور بتاعك صالح ل6 اشهر، في مساحه 6 اشهر ومعاك التاشيره. طيب، بعض البلاد بيتطلب وانت في المطار يكون معاك فلوس، وبعض البلاد بتطلب ان انت تسجل او تسيب اسم الفندق اللي انت نازل فيه في البلد التانية. غالبا امريكا واوروبا تقريبا لازم تسيب اسم الفندق في المطار اللي انت بتغادر منه، سواء بلدك او مغادر من اي بلد تانية. ومثلا احنا المصريين عندنا حوالي 25 27 28 دولة، خشوا على الانترنت وشوفوا الدول اللي هي بتتغير كل يوم، حوالي 28 دولة بدون تأشيرة. طيب، ما معنى بدون تأشيرة؟ يعني بتاخد التأشيرة عند الدخول، لا يحتاج إلى تأشيرة مسبقة. أعتقد السودان كانت بدون تأشيرة خالص، ولا عند الدخول ولا غير الدخول تعامل معاملة السودانيين، بس الآن أعتقد الموضوع اختلف وأصبح لازم تاخد تأشيرة مسبقة من السفارة السودانية في البلد اللي أنت مقيم فيها وليس أنت زائر فيها. طيب، بعض البلدان يحتاج حاجة تانية غير التأشيرة والتذكرة والباسبور صالح 6 شهور، حاجة رابعة اسمها إن يكون معاك كاش. يعني مثلا المصريين وهم رايحين لبنان لازم يكون معاه على الاقل 1000 دولار، وهم رايحين ماليزيا لازم يكون عندهم 500 دولار. هل لازم تتسائل وفي المطار؟ ممكن وممكن او ممكن لا، لكن من حق ضابط الجوازات انه يسالك معاك كم فلوس وانت رايح الرحله بتاعتك. طبعا هذه الاسئله واسئله تانية ممكن يسالها لك الضابط عشان يتاكد ان الهدف من الرحله سليم. يعني مثلا انت مسافر عمل،
مش هيسالك بقى وشيله تاشيره عمل، خلاص انت رايح على جهه، جهه دي تستقبلك ومش هيقول لك انت معاك فلوس ولا لا. لكن انت رايح تاشيره سياحه، طيب مين يقول انت رايح سياحه؟ تقول لي امال انا ممكن اروح؟ لا مالكش دعوه. البدائل بقى، وهو لو انا مش رايح تاشيره سياحه يطلع ايه؟ هو عنده تفسيرات كثيره. لكن انت لو طالع سياحه يبقى اكيد معاك فلوس. تقول لي معوش كاش ومعايا كريدت. بعضهم يتفهم موضوع الكريدت، وبعض المطارات في بعض البلدان لا يتفهم موضوع الكريدت، فانت افضل يكون معاك كاش. طيب كده خلاص، خلصت باسبورك صالح 6 شهور، دخلت خدت التاشيره، اتاكدت ان الدوله اللي انت رايحها تحتاج الى تاشيره مسبقه، ولو هي اون ارايفل تتاكد ان هي اون ارايفل. بالمناسبه بعض الطيران بيوفر الخدمه دي مجانا، يعني طيران الخليج لو دخلت على gulfair.com وتقول له انا مصري مثلا مقيم في السعوديه ورايح تايلاند، يقول لك انت في هذه الحاله تحتاج تاشيره او لا تحتاج تاشيره. فطبعا مثل هذه المواقع والفحص بهذا الاسلوب افضل، لان شركات الطيران المواقع الاونلاين بتاعتها بتكون اب تو ديت مع معلومات السفر، فهتفيدك كتير وتفرق معاك كتير جدا جدا. وهكذا طبعا برضو في نوع من التأشيرة مسبق لكن عبر الانترنت مباشرة. على سبيل المثال حاملي تأشيرة أمريكا من المصريين له أن يدخل بموجب تأشيرة أمريكا بلاد أخرى مثل تركيا، ولكن بأونلاين فيزا بتستغرق 10 ثواني. يعني لو أنا مصري غير حامل تأشيرة تركيا عايز أخش تركيا، من أي بلد أنا مقيم فيها بروح السفارة وبقدم على تأشيرة وبنتظر 3-4 أيام، بسلم بقى أولائي والصورتين وكل التفاصيل وخروج وعادة لو أنا في السعودية وغيره وغيره وغيره، ومنتظر 3-4 أيام على حسب المتطلبات وبستلم تأشيرة على الجواز، ستيكر على الجواز أدخل بيه. طيب لو أنا مصري وحامل تأشيرة أمريكا إيه اللي يحصل؟ بدخل على موقع إي فيزا أو أي موقع تاني بتعتمده الخارجية التركية، وبموجب تأشيرة أمريكا بسجل بياناتها داخل الموقع في الطلب، فبيعطيني تأشيرة دخول تركيا 6 أشهر بموجب فيزا أمريكا. فدي جدا جدا مهمة وتفرق مع كتير من الناس. في بلاد تانية غير تركيا ممكن بالسؤال وممكن بالإنترنت يتضح ايه up to date من الدول اللي فيها بتستخدم تأشيرة تركيا للدخول الى اراضيها. بعض الدول التانية زي مثلا النيجر للمصريين برضو اونلاين فيزا، كينيا للمصريين على حسب ما اعرف 3 شهور من المطار اللي هي اون ارايفل فيزا. مش عايز ادي امثلة كتير لان لازم قبل ما تسافر تتأكد عن طريق الانترنت، كل يوم المعلومات والقوانين بتتغير. خد نفس عميق، حصلت على التأشيرة، حصلت على معاك التذكرة، معاك الفندق. طبعا يفضل انك تكون حاجز الفندق قبل ما تسافر، لا تغامر في المراحل الاولى. معين اول انا اول مرة سافرت الصين كنت بلا حاجز فندق بلا حاجة، وحجزت لما روحت هناك وكانت مغامرة جيدة. لكن لا انصح انك تغامر، هاتي امورك بالثانية بالدقيقة بالساعة وانت في بلدك رايح المطار. خد بالك ان اول حاجه لازم تروح قبل الطياره ب3 ساعات. انا ما احبش الناس اللي هي بتقول لك على اخر لحظه وعلى اخر ساعه واخر كده. حصل معايا موقف كتير في موضوع اخر لحظه ده. على فكره انا سافرت حوالي 17 دوله او 18 دوله، ومواقف السفر معايا كثيره جدا جدا. فروح قبل السفر ب3 ساعات، وخد بالك حط حكمه كده في بالك، enjoy journey and destination، استمتع بالمحطه والرحله، مش فقط انك تستمتع لما توصل، لا من اول لحظه كده استمتع. اجواء جميله، ناس مسافره، استعدادات الناس، طريقتهم، اسلوبهم، في كافيه بعد الجوازات في كل المطارات في الفري ديوتي زون اللي هي المنطقه الحره في كل مطار. استمتع استمتع بالحياه يعني. طيب تروح قبل الطياره ب3 ساعات. الشنطه بتاعتك يفضل انت تعمل لها رابنج، تغلفها. تقريبا الرابينج ب 20 عملة البلد، يعني 20 جنيه 20 ريال 20 درهم 20 كذا. بيحافظ على الشنطة وبيحميها من أي عبث بيها، يعني حد يعبث بيها. يعني الشنطة هي بدون رابينج ممكن أي حد يفتحها يعبث بيها بتاع. لكن لو معمول لها رابينج جيد وعليه اسمك، طبعا اللي بيعمل رابينج عنده فلوماستر
ممكن يدي لك الفورمستر وتستفيد بيه وتكتب عليه اسمك. بيحافظ على الشنطة، وخصوصا لو انت عامل رحلة ترانزيت فالشنطة بتنتقل من مطار لمطار ومن ايد لايد، فافضل رابنج. انا شخصيا اي رحلة ليا وعندي شنطة على السير بعمل لها رابنج. اكتب اسمك طبعا، لان كله لما يعمل رابنج هتوه الشنط كشكل مع بعض، وانت واقف على السير بعد ما توصل بتبقى عايز تنجز وقتك، فاكتب عليها اسمك بالانجليزي او بالعربي وعليه رقم تليفونك عشان حتى لو حصلها حاجة حد حب يساعدك يعرف يساعدك. طيب رحت المطار عملت الرابنج، تأكد دايما قبل الوزن وقبل دخول المطار طبيعة التذكرة اللي معك، يعني الحمولة بتعتمد على شركة الطيران مش على المطار ولا على الرحلة ولا على التذكرة غالية ولا رخيصة. مثلا خطوط السعودية تقول لك قطعتين، قطعة 23 كيلو أو 24 كيلو. أعتقد مصر الطيران 25-26 حافظة دي وقطعتين. لو رحت له بقطعة واحدة 30 كيلو يقول لك مش هينفع، تقول له بس أنا ليه 50 كيلو، يقول لك يا سيدي ما قلتلكش حاجة بس لازم قطعتين، ما ينفعش قطعة واحدة أكتر من 23. يساعدك ما يساعدكش، أنت خليك في الأمان. الناس اللي بتعمل رابينج عندها الوزن تقدر توزن لك بشكل جيد جدا وتديك، يعني تقول لك انت كده بقيت 23 بقيت 22 قربت من الوزن، فتقفل شنطة والتانية طبعا لو اكتر من شخص مسافر فانتوا مثلا اربعة وكل واحد ليه شنطتين فانت معاك 8 شنط فوق 100 كيلو وحاجة زي كده، فانت ممكن تستفيد بالموضوع ده بشكل جيد جدا. طيب وانت في البوردينج في لازم يكون معاك محضر تذكرة، لازم يكون محضر معاك تذكرة اللي انت هتسافر بيها عشان بدلالة التذكرة بيطلع الحجز بتاعك. كثير من المطارات الآن لا تحتاج التذكرة، مجرد الباسبور بتاعك، وخاصة الباسبور الإلكتروني. عندنا في مصر كان في باسبور زمان مانيوال، الموظف بيكتب اسمنا بإيديه والكلام ده، دلوقتي في باسبور إلكتروني اللي هو فيه بقى الباركود. مجرد ما بيمرر الباسبور بتاعك في الكمبيوتر بتاعه بيظهر اسمك وبيظهر بياناتك وحجزك وإلى آخره. وانت بتعمل البوردينج ممكن يعني تقول للشخص اللي بيعمل لك بوردينج ان انت عايز اول كرسي، اقرب كرسي من الخروج، انا عايز الكرسي اللي هو يعني ما يكونش قدامه حد عشان بمدد رجلي وتعبان بتاع، عايز ويندو سيت يكون قريب من الويندو كده. طبعا ممكن اونلاين تعمل كل الكلام ده، انا بتكلم مع الناس اللي ما تقدرش تعمل اونلاين، فاونلاين ممكن تعمل الكلام ده كله بسهوله جدا، بتخش تختار المقعد. وبعض الشركات بتعمل المقاعد المميزه زياده 10 جنيه 10 ريال 10 درهم. وطبعا تقدر تختار بحاجة كتير، منها الوجبه تكستمايز الوجبه، بعض الرحلات رخيصه فما يكونش فيها وجبه فتختار انت وجبه، بعض الرحلات تقول لك شنطه واحده فانت ممكن تدفع تمن شنطتين ثلاثه. الى المسافرين الى اوروبا تحديدا ما تسترخصوش الطيران الداخلي، لان الطيران الداخلي كثيرا ما يكون بدون شنطه. يعني انا مره سافرت من فرنسا لايطاليا ب $50 إلي يا جدعان رخيص كده، قال لك علشان خاطر بدون شنطه، ما عرفتش غير لما وصلت. طب قلت خلاص انا هاخد شنطه، ما هيدفع شنطه. دائما الدفع اونلاين بيبقى قبل الموعد وارخص. اي معامله اونلاين تخص السفر دائما ارخص، حجز الفندق، حجز الطيران، حجز دفع وجبه، دفع شنطه، دفع وزن زياده، كل ما كان اونلاين كل ما كان ارخص وافضل كتير. ويبقى انت خلاص عملت حسابك ودفعت ورحمت نفسك كمان من الطوابير. يعني مثلا موضوع البوردنج لو انت معكش شنط فقط، هيبقى معك شنطه واحده على الطائره، فممكن تعمل البوردنج اونلاين. خلاص انا ايه موضوع البوردنج ده عشان اللي بيسال ايه البوردنج، احنا قلنا انت اول خطوه عندك في المطار انك بعد ما تعمل رابينج للشنط بتروح تترك الشنط في اماكن قص حجز المقاعد، بتروح كده تقف طابور عشان الناس تاخد منك الشنطه وتشوف حجمها وكذا. ايه لو عملت بوردنج اونلاين فانت بتعدي، بس بتعدي في حاله واحده لو انت ما معكش شنط على السير، شنطه خاصه بيك انت. رجال الاعمال والناس اللي بتسافر كتير والناس اللي تقدر تنيه نفسي اوصل للمرحله دي بصراحه، موضوع ان انا ما اخدش غير شنطه معايا بس واحده 7 كيلو على الطياره. لكن يعني بيقول معانا تفاصيل كتير، بتلبس بقى كاجوال، بتلبس كده عندك هدوم رحله طويله، فبتحبش ان انت يعني تبعت لاندري او مغسله في البلد اللي انت رايحها، فانت بتاخد غيارات كتير، بتاخد معاك ادوات كتير. فيعني
الناس معاها شنطه واحده وبتحضر خلاص هو منه من الشارع على الطياره على طول. البوردنج اتكلمنا فيه بشكل جيد، يقدر يفيدك ويساعدك اللي على البوردنج في اكتر من حاجه لو انت يعني اسلوبك طيب معاه وهو طلبت منه اكتر من طلب فممكن يساعدك فيه زي موضوع الويندو والمكان والكلام ده كله. وركز انك لو هتركب اكتر من طياره في رحله واحده، يعني مثلا انت مسافر مسافات بعيده فغالبا هيكون في ترانزيت، انت مثلا رايح ماليزيا من القاهره فانت هتنزل ترانزيت في ابو ظبي لو على خطوط الاتحاد او الاماراتيه، او هتنزل دبي لو على فلاي دبي، او هتنزل عمان على الطيران العماني، او هتنزل البحرين على طيران الخليج على حسب. في الكونكشن ده تاكد من حاجتين وانت في البوردينج. اول حاجه ان انت معاك تو بوردينج مش بوردينج واحد. البوردينج الاولاني من بلد اللي انت بتغادر منها ليه البلد الترانزيت، وبلد والبوردينج الثاني من بلد الترانزيت الى الفاينل ديستنيشن هو المكان اللي انت رايحه. الحاجه الثانيه تاكد ان الشنط بتاعتك هل هتبقى سيلف ترانسفير ولا توصل بقى هناك على طول تاخدها من هناك مره واحده، يعني تاخدها في الفاينل ديستنيشن. تقول لي ما هو الطبيعي، مش عايز اسمها الطبيعي بيختلف من مطار لمطار ومن بلد لبلد ومن مكان لمكان وإلى آخره. دايما نسأل في النقطة دي كويس جدا. بعض البلاد تقول لك لا سيلف ترانسفير قليل جدا لكن موجود، وبعض البلاد تقول لك لا خلاص خد شنطتك في الفاينل ديستنيشن لما توصل خالص ممكن تاخد الشنطة بتاعتك. طيب الطيران الداخلي الترانزيت الداخلي يعني ازاي؟ انا مثلا مره كنت مسافر لاس فيجاس الولايات المتحده، طالع من طالع من السعوديه. الطبيعي ايه؟ الطبيعي ان هم يسلموني الشنطه بتاعتي الفاينل ديستنيشن في لاس فيجاس. لا قال لك لو الترانزيت داخلي يعني انت هتنزل في البلد اللي انت فيها تاني، لو هتنزل في البلد اللي انت هتوصل لها يعني الترانزيت داخل نفس البلد، فانت لازم تعمل سيلف ترانسفير للشنطه بتاعتك. يعني انا نازل انا رايح امريكا، لو كان مثلا ترانزيت ابو ظبي ومن ابو ظبي لاس فيجاس خلاص هم يعملوا الاوتو ترانسفير للشنطه ينقلوها بشكل اوتوماتيكي. لكن لو هنزل الترانزيت اول يعني ترانزيت يقابلني في نفس البلد اللي انا رايحها اللي هي الولايات المتحده يبقى اعمل سيلف ترانسفير. في الحاله التحديد كنت انا نازل نيويورك ثم من نيويورك الى لاس فيجاس، فعملت السيلف ترانسفير ده. وإلا كده تبقى الشنطة بتاعتي في نيويورك أروح لاس فيجاس ملاقيهاش، مسافة 6 ساعات بالطيارة، فخسارة كبيرة يعني إن أنتظر يوم يجيبوها أو إلى آخره. عملت البوردنج بتاعك، خد بالك برضو في نقطة مهمة جدا من بعض أو من أهم الأخطاء اللي ممكن تقع فيها وتخليك شنطتك ما توصلش المكان بتاعك، إن بعض المواد المحظورة تحطها في الشنطة وأنت مش واخد بالك. على سبيل المثال جميع الأجهزة الإلكترونية ممنوع ان هي تتحط في الشنطه اللي على الطياره، بمعنى يعني الباور بانك والحاجات دي. كتير من الشركات طبعا كل شركه وكل مطار وكل طياره ليه المحظور بتاعه، فانت ممكن تراجع ده اما على البوردنج تلاقي في كده حاجه متعلقه جنب الشخص اللي بيحط الشنطه فيها المحاذير والمحظورات، او انك تقرأ على الانترنت في الموقع الالكتروني لشركة الطيران اللي هي انت هتسافر عليها. طيب في على الشنطة بقى اللي طالعة مع الطيارة اللي مش طالعة معاك، طالعة على السير الشنطة الكبيرة، كتير من البلاد بتحضر زي الكريمات اللي فوق 200 ملي والزيوت ومش عارف ايه. برضو كل الكلام ده بيتغير من بلد لبلد ومن مكان لمكان وبتغير بشكل ده. يعني مثلا يسمح، سمعنا في الاخبار كتير وقد سمح بسفر باقتناء اجهزه اللابتوب والاجهزه النقاله على متن طائرات الخطوط البريطانيه الى الرحلات المتجهه الى بريطانيا، ومره مش عارف ايه على المتجهه الى امريكا. هي متغيره فانت لازم تعرف النقطه دي. لو انت سبت شنطتك فيها حاجات محظوره في التشيك هم بقى ومزاجهم بقى يعدوها لك او ما يعدوهاش، ولو ما عدوهاش قانونا هم محذرينك تروح البلد التانية اللي انت رايحها تيجي تاخد الشنطه ما تلاقيهاش. طبعا البلد اللي انت رايحها عندما تفقد الشنطه في جهه عند جهه الوصول تقدر تروح الى الكليم ديسك، هو المكان المخول والمخصص لتقديم شكاوى فقدان الشنطه. وهنا بقى انت وحظك، مش انت وحظك يعني هم
مطار غير محترم او مش هيراعي مصلحتك، لا انت حظك يعني الجهه اللي هي انت تركت عندها الشنطه لو لقيت مخالفه ممكن ما تبعتش الشنطه. طيب السؤال هو ممكن ما يكونش في مخالفه والشنطه تتاخر؟ وارد جدا 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 لاي اسباب، لاسباب كتيره جدا ما يهمكش السبب، لكن يهمك ان الشنطه تيجي على طول. اول ما توصل المطار اعمل كليم، اعمل طلب شكوى، خد رقم الطلب، وجيد لو خدت رقم موبايل الشخص اللي عمل لك ده، طبعا صعب بس لو قدرت تاخده يبقى قايل، واللاند لاين الخط الارضي للمكتب اللي عمل لك الكليم ده عشان تتابع معاه. مره كنت مسافر ماليزيا وحصل خطا برضه اقول لكم عليه عشان تاخدوا بالكم منه. كتير من الناس لما بيكون فتره الترانزيت طويله يحب يخرج من المطار اللي هو فيه. انا كنت مسافر من الرياض الى ماليزيا وفتره الترانزيت في مسقط 8 ساعات. حاملي قامت المملكه العربيه السعوديه يسمح لهم بالدخول الى جميع دول مجلس التعاون بموجب اقامه السعوديه، ولكن تحت بند حاجه اسمها اون ارايفل فيزا، يعني تاخد فيزا من المطار. فحاملي اقامه المملكه العربيه السعوديه يقدر يدخل مسقط اذا كان جهة القدوم، هنتكلم على الموضوع ده برضو مهم، إذا كانت قاعدة القدوم السعودية أو أي دولة خليجية بموجب 50 ريال سعودي أو 5 ريال عماني. فأنا أعطأت التأشيرة ودخلت مسقط. كانت الملاحظة المهمة جدا إن لما خلصت رحلتي في مسقط وزرت أصحابي وبتاع ورجعت المطار وكملت إلى ماليزيا على نفس الرحلة بتاعتي، لما رحت ماليزيا لقيت إن الشنطة ما وصلتش. يعني بكرة عندنا مؤتمر الشنطة فيها كلها، قال لك الشنطة ما وصلتش. طيب ليه ما وصلتش؟ عشان لما أنا خرجت في الترانزيت هناك ما تسجلش في الترانسفير ديسك إن في شخص جاي من الرياض رايح ماليزيا دخل الترانزيت زون، منطقة الترانزيت. أنا إيه اللي حصل؟ خرجت، فكان لازم لما أرجع أبلغ، يعني اعمل بوردنج من جهه ترانزيت. المهم يعني فلما عملت كليم ديسك جت تاني يوم، في برضو ملاحظه ان الكليم ديسك في مطار كوالالمبور في ماليزيا خدمه اكثر من رائعه. انا كنت نازل وسط ماليزيا تبعد حوالي 40 او 45 دقيقه او 50 دقيقه كمان عن مطار كوالالمبور، مسافه كبيره حوالي 50 كيلو متر، مكلفة حوالي 70 إلى 80 رينجت اللي هو ما يعادل 70-80 ريال سعودي من وإلى من المطار كده. فعشان أروح تاني يوم أخذ الشنطة كنت أدفع حوالي 150 ما يعادل يعني 50 دولار أو 60 دولار، وغير الوقت بقى ومضيعة الوقت وكذا. فالكليم ديسك بيقول لك لا إحنا نجيب لك الشنطة لغاية عندك فور فري، بس أنت بقى خليك جدع ودي الشاب اللي هيجيب لك الشنطة يعني إكرام يعني. فدي كانت مهمة جدا، بوردنج مهم جدا خد بالك، والسيلف ترانسفير للشنطه والامتعه اللي معاك مهمه جدا 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 فوق ما تتخيل. طيب عملت البوردنج، رحت انتظرت الطياره. اوعى بقى في موضوع ان ما بعد البوردنج وانت بتنتظر الطياره تخطئ اي خطا. طيب بس عندي هنا برضو ملاحظه، من البوردنج لغايه الطياره لسه عندك الجوازات. كتير بنسمع على الانترنت موضوع ان ايه حصل مشكله مع الممثل الفلاني او الشخصيه المهمه الفلانيه او البابليك فيجر الفلاني، ان من بعد البوردنج وهو داخل على الطائره بيعدي على الجوازات، بعد الجوازات مباشره في تفتيش. التفتيش قال له اللي على الجزمه ورفض، وقال له اللي على الحزام ورفض، وحاجات كده ايه تافهه. عايز اقول لحضراتكم انا دخلت مطارات 18 دوله تقريبا، ما فيش مطار في الدنيا ما بيقولكش الا على الجزمه ولا على الحزام، وما لهاش علاقه لا بالاحترام ولا بتقليل الاحترام ولا بالكلام الفارغ ده. هي دي قواعد لسلامتي ولسلامتك، والضابط في المطار بيتكلم على مصلحتك ومصلحه الناس ومصلحه الطائره. وبعدين ما انت شايف كل ام تلاقي لها قلعت الجزمه والحزام، خلاص مش قصه يعني، الا وادخل الا على الحزام ولا على الجزمه وعدي. لازم تقعد تدخل نفسك في 50 حوار ولا او ما ينفعش، وانت ما تعرفنيش، انت مش شايفني، انا مشهور يعني ولا مشهوره ولا معروف ولا وزراء بيتفتشوا وبيعدوا عادي يعني، مش قصه. فدي نقطه الواحد لما بيشوفها في المطارات بيستسخف اللي بيعمل حاجه زي كده،
ولا ينظر إليه يعني بتقدير، يعني بالعكس أنت بتقلل من نفسك لما تعمل كده. بعد البودنج مباشرة أنت داخل على الجوازات، في الجوازات خليك هادي جدا. طبعا الناس بتخاف من موضوع ان هو مش بيخافوا يعني، بتبقى فيها كده لقطه قلق بسيطه عشان هو حريص على السفر وخايف الاجراءات، كل مطلوب حاجه هو مش عارفها، فالمرء عدو ما يجاره. الاصل في هذه العمليه الهدوء والبساطه والمرونه، ولا تمزح ولا تهرج مع ضابط الجوازات لاسباب كتيره. اولا لان هو مطلوب منه يكون جاد جدا، اذا هو يعني لطيف وظريف يتكلم معاك بطريقه ما تقوليش انا لا عادي يعني، بس الاصل ان هو بيعمل وظيفه دقيقه جدا. تخيل لو انت او الشخص اللي داخل يعني شخص مطلوب وهو عداه نتيجه خطا، نتيجه ما خدش باله، نتيجه المسؤوليه عليه كبيره جدا. دي اول سبب. السبب الثاني موضوع التوائم مقلق جدا، يعني في ناس بيبقى هو واخوه تيبيكال توأم، فلازم ضابط الجوازات يبص فيك اكثر من مره ومن حق. طيب موضوع الناس بقى اللي بتهرج وتضحك، ضحكتك دي شفت الضحكه دي بتغير ملامحك، فبالتالي هو ما يحبش ان انت تعمل اي اكشن يغير ملامحك وانت واقف قدامه علشان يعرف يقرا ال 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 الوجه ويعرف تبقى بالباسبور ويطمئن ان انت الشخص المناسب. ده في كثير من البلدان. بعض البلدان بقى خلاص قفزت على المواضيع دي كلها، وفي الجوازات عندها بقى ايه بصمه العين، مجرد انك بتبص للكاميرا بيحصل اي باترن ريكوجنيشن، تعرف على نمط العين، فيبدا بقى بصمه العين هي اللي تجيب بياناتك، تقول له ايوه ده احمد حبيب رقم باسبور كذا مع رقم اقامه كذا صالحه وما عندوش مشاكل عدي، او لا والله عليه ملاحظه كذا ممكن تساله في كذا او كذا. ده كله بمجرد بصمه العين. في بلاد ثانيه ببصمه الصباع الواحد، في بلاد ببصمه الاربع صوابع، وعدوا بقى مسألة كده. في بعض البلدان بقى وتبقى في الطابور انت رقم 500 600، يعني شوف الرقم قد ايه، وبعد 7 دقايق 6 دقايق نفسك بره خلاص عديت خلصت. فازاي بقى قدر هو حاجه زي كده؟ ان اول ما بتبقى انت رقم 10 او 11 الكاميرا، في كاميرا من فوق كده متسلطه، الكاميرا دي بتقرأك قبل ما يجي دورك اساسا باربع خمس اشخاص، يعني الكاميرا دي متسلطه وقرأتك وعملت فيس ريكوجنيشن وقرأت نمط الوجه وطلعت بياناتك وحطت فيه قرار قبل ما توصل حتى عند الشباك. فتجد ان ضبط الجوازات سريع، يعدي بس باسبورك كده الباركود بتاعك على الكمبيوتر وخدمة خدمة. ممكن فتقول هو لحق شيك امتى؟ لا هو اللي شيك، الكاميرا اللي فوقه هي اللي شيك. طبعا انا راجل عشان يعني استمتع كتير بتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات، فعندي شويه اهتمام بالحاجات دي ما بين تخصص وما بين ثقافه. طيب عديت الجوازات ورحت بقى حضرتك عند حته التيكت، لو انت مسافر واجراته انت مسافر تختلف قليلا وانت راجع. طيب عديت الجوازات فبتيجي على مساله التفتيش، وبتطلع الحزام والجزمه واي حاجه معدنيه بتحطها في العلبه، بيدوك علبه تحط فيها الحاجات دي كلها. طبعا لو جاكيت تقلعه ما تعوش بقى تستظرف حاجه، الا جاكيت تحطه في الماكينه اللي بتشيك على المعادن وعلى الاجهزه المفروض حملها في الطياره. ولو معاك شنطه فيها لابتوب، كتير من الدول ليس كل الدول بتقول لك طلع اللابتوب من جوه الشنطه وحطه فوق الملابس او فوق العلبه او لوحده علشان يتم قراءته بشكل جيد. مش يتم قراءته يعني قراءه البيانات اللي جواه، ولكن يتم قراءته ان هو جهاز غير ضار وانه فعلا لابتوب، وان داخل اللابتوب مفيش اي مواد مضره او الى اخره. لو انت معاك هارد ديسكس خد بالك ان كتير من الناس اللي بتعمل لك تفتيش مش تقني، فمش هيفهم قوي ان هو هارد ديسك، ومش مبين عنده على الجهاز ان هو هارد ديسك. بعض الهارد ديسكس الصناعه بتاعتها ما تبينش على الجهاز ان هو هارد ديسك، فيسالك هو باور بانك يعني ده بتاع الكهرباء ولا ده ايه، فتقول له لا اطمئن فيعديك. يفضل لو انت ما عندكش حاجه انك تحمل معك اجهزه الكترونيه كثيره، يفضل زي هارد ديسك وفلاش ميموري والكلام ده، يفضل ان انت لا تحمل هذه الاشياء عشان ما تخشش في ايه في موضوع بقى ايه وده ولا ده. ممكن اللي بيتابع معاك ما يكونش متخصص والجهاز مش بيقرا، فيقعد بقى يزعجك ويقول لك هو ده ايه، تقعد تشرح له بقى في عام 1821 كان في واحد اخترع الكمبيوتر حاجه كده لازم قبل. طيب عديت بقى الكلام ده كله، فانت البوردنج بتاعك في رقم البوابه، وطبعا انت بقى موعد البوردنج وكده.
غالبا موعد البوردنج في جميع المطارات في جميع الرحلات بيكون قبل موعد الطائرة ب 45 دقيقة. ليه؟ عشان هو بيقفل البوردنج عنده بره ويبدأ بقى ايه يستقبلك في صعود الطائرة قبلها ب 45 دقيقة. وانت داخل على البوابة دايما افتح الباسبور بتاعك على ختم المغادرة، ختم ختم لك فيه مغادرة، معاك البوردنج ومعاك الباسبور. هو الموظف بيشوف الباسبور، بيشوف البوردنج، بيشوف ختم المغادرة وبيعديك. طبعا بيشيك الاول ان الشخص اللي اتعمل له بوردنج ده خلال ال 45 دقيقة دول مش مطلوب في اي حاجة وبيعديك. طيب نور اخضر عداك، تقعدش بقى ايه يعني في طول الفتره دي تتعفص في البوردنج، فهو يبقى بيحط البوردنج تحت الجهاز مش عارف يقراه لانك قعدت تعجل فيه نتيجه ان ابنك خده منك بوظه او البوردنج بتاع ابنك اديتهوله. لا، انت معاك الاربع باسبورات بتاعت الاسره ومعاك الاربعه بوردنج وبتخش مع بعض وانت بتقدمهم وهو بيعد الافراد وهم ليهم نظره يعني الموظفين في ان هو يتساهل معاك لاي درجه او يساعدك او كذا الى اخره يعني. طيب رحت عدت، دايما خلي جلستك في انتظار الطائرة قريبة من الطائرة، ويبقى أروع وأروع لو عند بوابة الطائرة اللي مكتوب رقمها في البوردينج. ويفضل بقى ما تروحش تقعد في كافيه بعيد وبتاع عشان ممكن سيادتك تسرح ويروح عليك موعد الطائرة. وكتير حصلت معايا قبل كده، خلاص وعديت وكل حاجه والجوازات والتفتيش والبوردنج وعديت ومنتظر الطائره وسرحت على اللابتوب واذا بالطائره خلاص طارت. في الرحلات الداخليه الطائره ما بتبقاش حريصه قوي ان هي تنتظرك، في الرحلات الخارجيه ممكن يدوروا عليك ويذكروا اسمك في الميكروفون، ينادوا عليك في الميكروفون. بعض الدول زي مثلا انا افتكر في نيويورك متجه الى الرياض الى السعودية برضو حصل معايا نفس الموضوع ونسيت وسرحت فلقيت فيه واحد يدور عليا بالصورة، بطلع صورتي على الموبايل بتاعه طبعا اكيد واخدها من سيستم المطار من الجوازات وعمال فين 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 لغاية لما لقاني بص بالصورة وبص لي انت طيارتك اتأخرت. انا بوصف في الساعة لقيت فعلا ما كنت سرحان، طلعت يعني على اخر لحظة على اخر لحظة طلعت الطائرة. فدايما خليك قريب من البوابة، وانا عايز تشرب كافيه او كيك او حتى هو عدد ما فيش مشكلة. طيب وانت داخل الطائرة خد بالك دايما بيقابلك شخص عند اول نقطة في الطائرة بيطلب منك توريه البوردينج. حقيقة الشخص ده مش بس بيوريك بيطلب منك البوردينج عشان يعرف مقعدك فين ويساعدك في موضوع المقعد، ولكن ايضا هو عايز يشوف الاتيتيود بتاعك، هل انت عدواني، هل انت شخص سوي، هل انت لان هم مدربين الموظفين ان هو يجس نبض الاتيتيود البيهيفير التصرف والاداء لكل من هم بالطائره حرصا على التعامل المناسب لكل شخص ومع الابتسامه ومع المساعده، فيلطف الجو العام للركاب يكون في خدمتك من ناحيه وفي ناحيه ثانيه يعني يتاكد من جودة التعامل مع كل الناس، محدش عنده مشاكل، محدش بيترفز، محدش بيعصب، حاجة زي كده. ركبت الطائرة لا تستهين بتعليمات السلامة، مهم جدا تعرفها. و دايما خلي المقعد بتاعك، مش هتكلم في تعليمات السلامة لان هي معروفة، لكن دايما خلي المقعد بتاعك يعني مستقيم وانت في الاقلاع ومستقيم في الهبوط وعندك السيت بيلت اللي هو حزام المقعد او حزام الجلوس. استمتع بقى بالطائره. جيد لو معاك كتاب تقرا، جيد لو معاك مصحف تقرا، جيد لو معاك على الموبايل او على التابلت محمل مجموعه فيديوهات في ماده تفيدك او ثقافه تفيدك تشاهدها. كتير من الرحلات بيكون عندهم جيمز، انا شخصيا يعني على كل كرسي مثبت شاشه فيها افلام وفيها جيمز وفيها العاب وفيها برامج تلفزيونيه وغيره، فممكن تلعب جيم وممكن تلعب حاجات زي كده طول ما انت ايه في فتره الرحله. لكن لا تنسى دعاء السفر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا اذا ربنا لمنقلبون. تستمتع بدعاء السفر وتقولوا يعني اللهم أنت الصاحب السفر وخليفته في الأهل.
حسبي الله ونعم الوكيل في طريقي، حسبي الله ونعم الوكيل في عملي، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وتستعين بالله وتاخد يعني رحلة جميلة، ولو معك كاميرا ممكن تصور الإقلاع والهبوط، وتصور بعض بقى إيه بعض الرحلات بتبقى بين السحاب واللي فوق السحاب واللي فوق البحار والمحيطات. ولو انت عامل بقى رحلات داخليه في اوروبا مثلا، يعني انا اذكر الرحله الداخليه من فرنسا لايطاليا كان الارتفاع مش طويل، الارتفاع عن سطح الارض مش كبير، فكنا شايفين الجبال وكنا شايفين القطارات اللي بتمر بين الجبال، كان منظر جميل جميل. طبعا موضوع ان يكون معاك كاميرا وتوثق ده موضوع جدا 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 مهم، وايضا يكون معاك نوت، اما ورقه وقلم عاديه او نوت على الموبايل تسجل فيها الخواطر اللي بتحتاج قد ايه، بتبقى رائعه. خواطر في المطار وخواطر في الطياره وخواطر وانت في الجو وخواطر لما توصل وخواطر في ثقافات البلاد الاخرى. جدا جميل جدا 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 جدا. طبعا حاجه تشغل بالنا كلنا ان موضوع الرومينج، لما بتنزل البلد اللي انت رايحها هتعمل اتصالات ازاي وتستقبل الانترنت ازاي. وطبعا انتوا عارفين الانترنت عامل زي الادمان دلوقتي، فانت عايز بقى اشوف مين الرسائل واتساب ورسائل فيسبوك ومين عمل على تويتر ومين ومين ومين. فمعظم المطارات عندهم الانترنت فري، اول ما تنزل كده هبوط وتخرج بره الطياره وتعدي جوه المطار هم عندهم انترنت فري. واللي عنده انترنت فري ده غالبا بيطلب منك، طبعا بعض المطارات قليله اوبن انترنت بدون اي قيود، لكن كثير من المطارات بيطلب منك تدخل الموبايل بتاعك بالانترناشونال كود. يعني مش مشكله انت الرقم بتاعك ايه، فبيجي لك عليه رساله باسورد تخش بيها وان تايم باسورد، هذا الباسورد تستخدمه في انك تشغل الانترنت من اي مطار. لو غلبت روح على الانفورميشن ديسك، ما في مطار ما فيهوش انفورميشن ديسك، يعني مكتب معلومات، واساله ازاي اخش على الانترنت فبيساعدك او الى اخره. ما تغيرش دولار من داخل اي مطار لان بيكون سعر يعني مش كويس ليك. مكاتب الصرافه المعتمده خارج المطار كثيره ممكن تغير منها، فقط بس من المطار اللي يمشي معاك. دايما خلي معاك انترنت فيزا. كثير من البلدان دلوقتي خلاص بقت تتعامل بالفيزا لا تحتاج الى كاش، وكثير من البنوك بيدوك فيزا صفر فايده. يعني عندنا هنا في السعوديه لما رحت امريكا واتعاملت بفيزا احد البنوك هنا في السعوديه كانت الفايده صفر. يعني ايه فايده صفر؟ يعني كاني دفعت كاش، يعني ما فيش فرق خالص، ربما ارخص كمان، ربما في توفير ما بسبب فرق العمله او فرق التحويل العمله. فدايما يكون معاك فيزا ممكن تتعامل بيها. طبعا امريكا كلها بالفيزا، حتى التاكسي بتدفع بالفيزا، كله بالفيزا. هنتكلم معاك ان شاء الله فيديو كامل عن موضوع رحله امريكا ورحله اوروبا. وبعدين اوبر بقى في موضوع التكاسي احسن بكتير بانك تاخد تاكسي البلد نفسها. دايما اوبر وكريم والجو ده ارخص من التاكسي اللي هو عادي. دايما في ماليزيا كان ارخص، في امريكا كان ارخص، تطلب اوبر على طول يجي لك يتحرك معاك. حاجه يعني روعه الروعه، غير ان التكوسه العاديه اللي هي بتكون ليها رخصه اجره وبتاع مستهلكه وعربيه غير معتنى بيها. اوبر بيكون عربيه معتنى بيها لان صاحبها بيستخدمها استخدام شخصي احيانا، وهو اصلا يعني مش فقط سائق، عنده وظائف ثانيه، ف يعني عربيه شخصيه تعتبر اقرب العربية الشخصية. طيب انت عديت خلاص خرجت من المطار، جيد لو تاخد برامج سياحيه من المطار للاطلاع، لا تشترك، اشترك من الفندق او اشترك من المكاتب داخل البلد. لكن مثلا ايه، اول ما تنزل بلد في المطار بتاعها روح اي مكتب سياحه قول له والله ايه البرامج اللي عندك، يقول لك لو انت قاعد في ماليزيا يوم، لو انت قاعد في امريكا يوم، لو انت قاعد في البلد الفلانيه يوم برنامج السياحي كذا، لو يومين برنامج سياحي كذا، لو ثلاث ايام برنامج سياحي كذا. خدها للاطلاع بس، شوف ايه اهم المعالم والتكاليف عامه بتبقى عامله ازاي وايه النظام، هنتكلم عنها بعد شويه. المهم وصلت المطار وعديت الجوازات. طبعا الجوازات بقى اللي هي جوازات الوصول
ليها اسئله وتعامل غير جوازات المغادره، لان جوازات الوصول اولا بيعمل لك بيشيك على التاشيره اللي انت اللي معاك او يعطيك تاشيره اون ارايفل. تاشيره الوصول اما انك تاخدها من ضابط الجوازات مباشره او انك بتاخدها من ديسك مكتب مخصص لتاشيره الوصول. اما بعض البلاد، يعني انا حامل اقامه السعوديه ادخل الكويت مجانا، ادخل البحرين مجانا، ادخل الامارات لا ب 170 دولار، ادخل مسقط ب 50 ريال يعني ما يعادل 15 دولار. يعني كل بلد على حسب التفاصيل بتاعتها. طيب، ومن حقه يسألك بقى أي سؤال، ودايما خليك طبيعي، جاوب الصراحة وجاوب بهدوء وعفوية جدا جدا جدا. يعني مثلا يسألك يقول لك طب انت ساعتين بقى تسافر هتغادر امتى؟ ما تردش بقى رد فزلكة تقول له ما هو عندك في التذكرة. هو بيسألك هتغادر امتى؟ اليوم الثلاث، لان هو مش بيسألك، يعني ممكن يكون بيسألك مش لغرض السؤال، هو عايز يشوف الاتيتيود بتاعك، انت بترد ازاي، اسلوبك. وبالتالي ما تردش السؤال بسؤال، دي حاجه. الحاجه الثانيه، بعضنا ما بيحجزش عوده او يحجز عوده من غير البلد اللي هو فيها. يعني مثلا انا مره كنت مسافر فرنسا وهرجع من ايطاليا، بس مش عارف اقعد كام يوم في فرنسا. هو وصل الفكره، يعني انا مسافر 7 ايام اوروبا، اطلع بقى من فرنسا على ايطاليا، اطلع من ايطاليا على هولندا، ما اعرفش، لكن عوده ايطاليا ووصول فرنسا. وطبعا انت تاشيره اوروبا اللي هي الشنجن فيزا 26 28 دوله اللي هم الاتحاد الاوروبي كله بتخشوا بنفس التاشيره، ومفيش بينهم ختم خروج ودخول. يعني انت مسافر من فرنسا لايطاليا مش بيختم لك خروج فرنسا دخول ايطاليا، لا لا لا، الخروج هو خروجك من الاتحاد الاوروبي من اي بلد، ودخوله هو دخول الاتحاد الاوروبي من اي بلد. وبالتالي وانت بتنتقل بتسافر جوه الاتحاد الاوروبي، يعني مفيش خطم خروج ودخول، ولكن خلاص هو بيسجل ان انت طلعت من فرنسا، طلعت من هولندا، دخلت ايطاليا الى اخره. وغالبا اي اي دي بينفع، يعني انا وانا مسافر من فرنسا ما طلبش مني الباسبور، يعني بس سجل جاب بياناتي ان انا اللي دخلت من 3 4 ايام بدلاله اي اي دي. يعني هو مجرد ما تدي له اسمك، طبعا انت اسمك موحد في كل الاي ديز، يعني انا اسمي في رخصه القياده زي اسمي في اقامه السعوديه زي اسمي في الباسبور المصري الانجليزي. هو برده مش فارقه معايا، لما دخل الفيرست نيم والفاميلي نيم احمد حبيب، صورتي طلعت له، خلاص صورتي طلعت له، يعني هو ده الشخص. بيسجل بقى على سيستم انك خرجت من فرنسا، وبعد كده يسجل على سيستم انك دخلت ايطاليا او سيستم ايطاليا وغيره 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 وغير. طبعا الاتحاد الاوروبي كله باليورو، عشان انت تغير عملات او الى اخره. تاني نرجع في جوازات الوصول دي، بمنتهى الهدوء والبساطه بترد على يسالك انت ساكن فين، انت لازم في فندق، مده الاقامه، سبب الزياره، ليك اصدقاء ولا لا في البلد اللي انت رايحها. كل الكلام ده رد بعفويه بسيطه، حتى لو ما حجزتش فندق قول له ما حجزتش فندق، كن بسيط. فمثلا لما انا كنت في فرنسا قال لي طب انت هتغادر فرنسا امتى، قلت له ما اعرفش. طبعا كلمة ما اعرفش دي لو هو حس بريبة فيها مشكلة، ما انت جاي لي اساسا. فبص لي كده قال لي هاو از ات، يعني ازاي. فقلت له، فانا تدركت في جزء من الثانية كده ان فعلا لازم اديله اجابة. قلت له لا، انا العودة بتاعتي من ايطاليا ودي تذكرة العودة من ايطاليا، لكن هقعد كام يوم في فرنسا ما اعرفش، وانا نازل في الفندق الفلاني وقسم تو الاز. يعني فكون دايما هادي وصريح وعفوي، ما تتفزلكش وما تجودش في المعاملات الرسمية في المطارات بالذات، ما تحاولش تجود، يعني بي as it is، كن كما هي. طيب، خرجت من بالمناسبة برضو أي حركات فيها نوع من التوهة بلاش والنبي داخل المطارات. يعني بعض الناس كده يقعد رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، والعالم كله فيه قلق، فانت رايح جاي رايح جاي ليه؟ عشان بستفسر يا عم، تستفسر قبل ما تيجي، او روح على الديسك الرسمي، مفيش مطار مفيش انفورميشن ديسك، اساله خلاص.
لكن تقعد تسال بقى الناس اللي معديه والناس المره وتسال ده وتسال ده وتسال ده وده يديك معلومه غلط فتروح ما تلاقيش اللي انت عايزه، فتاخد واحد تاني يديك معلومه غلط فتروح ما تلاقيش اللي انت عايزه، وهكذا كذا رايح جاي ما استفدتش حاجه يعني. فدايما كن يعني محدد ما استطعت. برضو مهم جدا انك تقرا عن البلد اللي انت رايحها، مهم جدا 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 جدا. لما كنت في جوهانسبرغ ودوربن كاب تاون في جنوب افريقيا كانت الشرطه تقول لك كده، تقول لك بعد الساعه 7 بالليل انا مش مسؤول عنك. في بنجلاديش الفندق رفض يطلعنا بعد الساعه 9 قال لك بلاش. في الصين 24 ساعه امان، تخيل 24 ساعه دي مش اي حته، نسبه الامان تقترب من 99.9 غيره غيره غيره. طيب اقرا عن البلد ايه بقى؟ اقرا عن البلد المناخ، اقرا عن البلد الامن والامان، اقرا عن البلد طبيعه الشعب، اقرا عن اهم المدن السياحيه اللي انت ممكن تروحها في البلد دي، اقرا عن اماكن التسوق، اقرا عن بقى الهدف اللي انت رايحه كمان، وهكذا. ودايما التخطيط بيعظم الاستفاده من الرحله. ممكن تبقى رايح سياحه بس واي نوت تزور شركات في تخصصك، انت رايح سياحه لكن واي نوت انك تحضر دوره او محاضره او سيشن او فيستيفال او تدخل ميوزيمز او انك تعرف على مشاهير في البلد اللي انت رايحها او تحضر ايفنتس او سيمينارز. ايه المشكله انت رايح سياحه؟ طب ما تظبط الدنيا يعني، تقدر تعمل اكتر من فايده، توثق كل الكلام ده يوثق. ايضا في موضوع السؤال عن البلد اللي انت رايحها، ركز في انك تدخل على وزاره الخارجيه بتاعتك، وزاره الخارجيه بتاعتك ووزاره الداخليه بتاعتهم، وزاره خارجيه البلد اللي انت طالع منها، وزاره داخليه البلد اللي انت رايحها، المواقع الرسميه بتاعته على الانترنت. ليه؟ دائما تلاقي مثلا في وزاره الخارجيه بتاعتك تقول لك ايه، تقول لك نوجه عنايه المسافرين الى البلد الفلانيه بان الشعب ده مثلا عنده مشاكل في الفتره دي وفي حروب في المنطقه الفلانيه، ويعني برجاء اخذ الحيطه والحذر وعدم السفر الى الاماكن كذا وكذا وكذا. فجاي تعرف انت الكلام ده خاصه للبلاد اللي بتروحها لاول مره، وزياده لو معك اولادك او اسرتك او زوجتك او الى اخره. فجيد هذه الاشياء. طيب عديت بقى كل الكلام ده، وانت في المطار غالبا بيكون في مرشدين سياحيين بيبقوا واقفين في المطار، منهم رسمي يعني تبع مكتب، ومنهم واقف كده يعرض عليك الخدمات، يبقى مترجم، يبقى مرشد سياحي، يبقى جايد مان الى اخره، ويقول لك والله انا ممكن اكون معاك، وبعدين يبدا يكلمك في ديتيلز بقى، انا هوفر لك لو كنت معاك، ولو وانا اعرف انا ابدي البلد، واعرف ان انا افاوض في الاسعار وفي التسوق، واعرف الاسواق واعرف الاماكن. هو 100% مستفيد منك، و100% هيستفيد من الناس اللي انت هو رايح لهم، تشتري ساعات، تشتري ملابس، تشتري اي حاجه ليك الاولاد، العاب، غيره. فانت في الاخر ليك مصلحتك، فانت لو انت نازل بلد اول مره جاي يكون معاك مرشد سياحي. حتى بقى طبعا انت وفرستك بقى تقدر تعرف هو بيستعبط ولا ما بيستعبطش، ولو اول مره زياره يفضل تتعامل مع مكاتب وليس مع افراد ما استطعت. انا شخصيا بحب اتعامل مع افراد وليا كده فيها مناظره شويه، فالحمد لله الى الان لم اتعرض اي موقف سلبي بين الافراد. لكن خليك مع المكاتب عشان يبقى في الامان يعني، مثلا لو عمل معاك اي مشكله في مكتب تقدر ترجع له. طيب جوه البلد في بلاد تستمتع بالمواصلات العاديه من المطار الى الفندق، وفي بلاد تستمتع باوبر وغيره وغيره. انا في الصين احب اركب جدا المواصلات العاديه، وفيها زحام لكن يعني فيها تراديشنالز كده جميله جدا جدا، انا احب استمتع بيها. بعض البلاد بقوط اشهر، بعض البلاد بالمواصلات العاديه، وبعض البلاد انك تستاجر سائق تقول له 12 ساعه من 12 الظهر ل 12 بالليل. يعني في بعض البلاد نتيجه العرض والطلب كنت باخدها بسعر جيد جدا جدا جدا. وطبعا في ميزه انك يكون معاك سائق من ابن البلد ويكون تحت يعني خدمتك 14 ساعه خلال الفتره المحدده، انه بيعرف الاماكن كويس جدا، سهل الوصول لاي مكان انت عايزه،
ويقدر يوديك بدلاله الطلب، يعني تقول له انا عايز مطعم عربي، انت ما تعرفش اسمه ايه عشان انت بتسال على جوجل، فهو يقدر يفيدك، يقول لك اه مطعم عربي في الشارع العربي في كذا في كذا في كذا، يبدا ايه يفيدك يعني في الموضوع ده. كثير من الفنادق بيبقى عندها شاتل باص. ايه الشاتل باص ده؟ يعني وانت خارج من المطار بتلاقي فيه باص مكتوب عليه اسم الفندق واللوجو بتاع الفندق، بياخدك من المطار الى الفندق. افضل تطبيق في حجز الفنادق هو booking.com على الاطلاق. في برامج كتير طلعت منافسه ليه، لكن بوكينج خطير. وانت على بوكينج وانت بتحجز بيقول لك بقى ان هو عنده شاتل باص وعنده شاتل باص. في ناس بتستخدم بوكينج غلط او ما بتعظمش الاستفاده من استخدام بوكينج. من اروع الاستفادات لبوكينج انك بعد ما بتبحث تقول له افرز لي مش بدلاله الارخص. ممكن بدلاله الارخص جيد صورته يعني لو فير لو كوست، التكلفه الاقل الى التكلفه الاعلى، ولكن انا شخصيا ببحث ب ديلز اوف توداي، يعني ايه ديلز اللي موجوده النهارده، فتلاقي مثلا الحاجات عليها خصم 70% و60% و50% و65%، فتقدر تظبط النقطه دي. وعندك في الفلتر في بوكينج تقول انا مش عايز نجمه ونجمتين وثلاثه، ركز لي على 4 نجوم وخمس نجوم او 3 نجوم فقط او 3 نجوم 4 نجوم حسب انت ظروف الرحله بتاعتك عامله ازاي. بعضنا بيكون دافع تكاليف الرحله، بعضنا بيكون الشغل او العمل اللي بعته بيكون هو دافع تكاليف الرحله، على حسب شوف انت التفاصيل عندك ماشيه ازاي. ولما تخش على بوكينج في بقى عندك تفاصيل كتيره، حاجه بقى انكلودد بريكفاست، انكلودد نوت انكلودد بريكفاست، انكلودنج دينر، لانش، ريفاندبل، نون ريفاندبل، يعني لو لغيت ترجع الفلوس، لو لغيت ما ترجعش الفلوس. كل دي حاجات مهمة جدا لازم تاخد بالك منها وانت بتحجز. الحجز على بوكينج اكيد وانت مغمض ارخص من انك تحجز من نفس الفندق بدون بوكينج لما توصل. لكن في حركة كده اقول لكم عليها انا بعملها. ساعات ما احبش احجز على بوكينج لاني لسه مش مأكد الرحلة ومش مأكد المكان اللي هنزل فيه. فلما أكد الرحلة وسافر لسه مش مأكد المكان، فلما أكد المكان وروح على الفندق أطلع المكان بدل ما اقعد ادفع بقى على بوكينج ويروح ويجي. اطلع المكان بتاع الفندق ده على بوكينج واخير اخير الفندق، اقول له بص ده السعر اللي على بوكينج، تديني سعر احسن ولا احجز على بوكينج؟ فهو بالنسبه له الفلوس لما تروح بوكينج ومن بوكينج عليه وغيره 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 بتاخد وقت، هو عايز يختصر، فيقول لك اذا بوكينج مديك بكام؟ تقول له ب 100 جنيه مثلا 100 ريال، يقول لك طب انا هديك ب 95، فده عنده كاش يعني حتة كده. طيب حجزت، يفضل انك ما تحجزش كل الليالي، تدفعش كل الليالي مرة واحدة اذا كنت مش متأكد انك هتقعد كل الايام في نفس الفندق. فجرب ليه، لأ عجبك شوف، طبعا الفنادق كتير جنب بعض وتقدر تشوف، لكن لو مأكد خلاص ان هو ده الفندق مجربه قبل كده او نازل مع جروب او رايح مؤتمر او جروب او الفندق مرتبط بحاجة تانية، خلاص ادفع الليالي كلها وراح دماغك. إذا كان خلاص يعني كل شيء مؤكد بما فيهم العودة. طيب كل الفنادق في الريسبشن ديسك عندهم برامج سياحية، فأنت في الريسبشن ديسك في الاستقبال تطمنه برامج سياحي، و 99% لازم تحجز قبلها بليلة، ما ينفعش تقول له الباص طالع فين، يقول لك طالع كذا أنا طالع معاه، يقول لك لا لازم تسيب اسمك ويحصل حجز من الفندق. جنب الفندق بتاعك في فنادق كتير فيها برامج سياحيه. للعلم ان الاشتراك في البرامج السياحيه لا يتطلب انك تكون مشترك، انك تكون نزيل الفندق. فبالتالي انت ممكن تشوف احسن برنامج سياحي في الفنادق المحيطه وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. في برامج سمارت ابلكيشنز مهمه جدا 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 زي تريب بلانر او جوجل تريب او برامج اخرى. روعه الروعه، روعه الروعه. أنا في أوروبا كنت لا أستخدم إلا جوجل تراب. يسألك يقول لك أنت نازل فين؟ تقول له باريس، يقول لك كام يوم؟ تقول له 3 أيام. يقول لك لو أنت نازل باريس 3 أيام من تاريخ كذا لتاريخ كذا فإن أفضل استخدام لوقتك واستفادة من وقتك إنك تعدي على الأماكن السياحية الفلانية ويرسمها لك. ويقول لك لو أنت بالباص
خد المسار الفلاني، لو انت بالتاكسي خد في المسار الفلاني، ولو انت على رجلك خد المسار الفلاني وتمشى المسارات الفلانيه. وبعدين ده يديك خيارات، يقول لك ولو انت على 3 ايام هتلاقي كوبون للباص تدفع قد كده، يبقى كل الباص خلال 3 ايام فري جوه الكوبون ده. حاجه جميله جدا. طبعا كل العروض عبر الانترنت ارخص من العروض لما تاخدها من الباص نفسه او من المحطه او من كده. خلاص اتفقنا على القاعده دي، ان كل العروض على الانترنت افضل بلا منازع، ما تفكرش من تفكير، او كل العروض افضل على الانترنت جدا جدا، تفرق معاك كتير. طيب وانت بقى بتتحرك بعض البلاد الغير امنه لا تبدو سائحا. تعالى ليش بقى الكاميرا وعامل نفسك مش عارف ايه. البلاد الغير امنه لا تبدو سائحا، لا تبدو سائحا، خليك كده ايه شخص بسيط وكانك مقيم في البلد دي. استمتع جدا بالوقت، استمتع بفرصه السفر، كل تفاصيل السفر، ولكن لا تبدو سائحا. طيب وصلت البلد، مكاتب الصرف الداخليه زي ما قلنا افضل في تحويل العمله. حاول بقى تقتصد، تعرف في التفاصيل دي كلها. بس احنا بقى لنا 55 دقيقه بالظبط. اتمنى هذه المعلومات تكون افادت حضراتكم بشكل كبير. اخر معلومه هي معلومه مفيده جدا جدا. بعض البلاد اللي تقول لك ما فيش، اللي تقول لك لازم تأشيرة مسبقة، لما تسافر لها ترانزيت تقدر تاخد منها unarrival فيزا. يعني لو انت نازل ترانزيت 5 ساعات 7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات او اكتر، والبلد دي ما ينفعش تدخلها بدون تأشيرة مسبقة، يعني تروح السفارة بتاعتها في البلد بتاعتك، لا يسمحوا لك بالخروج وحجز فندق تبعهم للراحة، وبعدين ترجع تكمل رحلتك. تقدر تدخل البلد بدلاله اون ارايفل فيزا او ترانزيت فيزا. يعني لو اون ارايفل ما تنفعش مع الباسبور بتاعك، بيدوك حاجه اسمها ترانزيت فيزا، وبيجيبوا لك سياره بياخدوك من المطار الى الفندق، فندق الى المطار، وتقضي الليله دي في الفندق في بنجلاديش. كل القصه دي تقريبا كانت ب 21 دولار، ما كانش معايا دولار، فاخدوا مني حوالي 8 ريال سعودي، كانت روعه جدا جدا. بيبقى فيها التاشيره، بيبقى فيها كل التفاصيل. بس احنا في خلال ساعة تقريبا حاولت ان انا اقول لحضراتكم المعلومات العامة الرئيسة البسيطة البدائية البديعة عن السفر. في تفاصيل كتير 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 كتير. اي سؤال اكتبولي في الكومنت او ابعتولي على مين او على رقمي على واتساب، وبفيدك ان شاء الله بإذن الله تعالى. سيبت رقمي على واتساب تواصل معي. اما عن السفر بقى جوه كل بلد، وكيف تعظم الاستفاده من الرحله، وكيف ان انت تبقى اجتماعي وتتعرف على الناس، هيجي لنا بعض الحلقات في هذا الموضوع. شكرا ليكم، السلام عليكم.